تستأنف في الكونغو يوم غد السبت اجتماعات سد النهضة على مستوى اللجان الفنية، فيما تنطلق المباحثات على مستوى الوزراء يوم الأحد المقبل. ووجه الاتحاد الأفريقي دعوة إلى وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا لبحث أزمة ملء السد وتشغيله خلال اجتماع يعقد في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا. من القاهرة معنا مراسلتنا آية راضي. آية أهلا بك. إذن هل تأكد الحضور المصري لهذا الاجتماع في كينشاسا؟ وما طبيعة الموقف المصري من جولة مفاوضات جديدة قبل الملء الثاني للسد؟ القاهرة من قبل كانت تصر وتشجع أي محاولات لاستئناف المحادثات من جديد بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهذا ما أكدت عليه مصر ودعمت المقترح الذي أعلنته السودان قبل عدة أسابيع. وقالت السودان إنها تدعو إلى تشكيل لجنة رباعية دولية تتولى هذه المحادثات حتى يكون هناك وسطاء دوليين يمكنهم إقناع أديس أبابا بهذه المحادثات، أو على الأقل التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بما يضمن مصلحة إثيوبيا من هذا السد، إضافة أيضا إلى الحفاظ على حصتي مصر والسودان. القاهرة أعلنت خلال الأيام الماضية أنها ستخوض وستمضي قدما أيضا تجاه المحادثات المقبلة على أمل أن تتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث قبل عدة أيام على أن القاهرة تعلق آمالا على هذه الخطوة، لكنه في الوقت ذاته كان يتحدث بلهجة حادة وقال إن القاهرة لديها ذراع طويلة يمكنها الرد على أي تهديدات، لكن هذه التصريحات كما قالها الرئيس لا يمكن فهمها بأنها تهديد لأي دولة، وإنما القاهرة أيضا لديها سيناريوهات وخيارات عديدة للتعامل مع هذا السد، لكنها تشجع وتؤيد كل السبل التي ترضي جميع الأطراف وعودة المفاوضات والمحادثات من جديد. شكرا جزيلا لك من القاهرة مراسلتنا آية راضي.